مساكم الله بكل خير حبايب المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج خروج الاست. حلقتنا هذا الأسبوع راح تكون عن إيجابيات وسلبيات مهرجان زنزانة الإقصاء لعام 2018. وقد أقيم هذا المهرجان فجر الاثنين الماضي، وقد كانت نسخته هذا العام تاريخية لتواجد أول مباراة زنزانة إقصاء نسائية في التاريخ. وأيضا شهد المهرجان إضافة مصارع سابع للمرة الأولى في مباراة زنزانة الإقصاء الرئيسة. معكم أنا وهلان، وبسم الله نبدأ. الإيجابية: أولا، كانت مباراة زنزانة الإقصاء النسائية جدا ممتعة، حيث قدمت النجمات أداء ممتاز جعلها خيار صائب كمباراة افتتاح للمهرجان. ثانيا، ظهور مات هاردي بشكل قوي في مباراته أمام براي وايت، حيث قدم أداء برتم أسرع من السابق وأعطى لعداوته مع براي وايت متعة متزايدة. فوز النجمة آسكا والبقاء على استمرار سجلها نظيف بدون خسائر، مما يساهم في رفع اسهمها أكثر وأكثر قبل مباراتها المرتقبة في مهرجان الراسلمانيا 34. رابعا، نجاحهم في تقديم المقاتلة السابقة راودي راوندا راوزي كنجم رياضي كبير لا يستهان بها، حيث ظهرت بشكل قوي أمام اسم بحجم تريبل إتش. السلبيات: أولا، الاستمرار في عملية دفع رومان رينز السنة الرابعة على التوالي في تصدي مباراة الحدث الرئيس لمهرجان الراسلمانيا، رغم عدم تقبل شريحة كبيرة من الجمهور له كمتصدر الواجهة حتى الآن. عدم استغلال تواجد بول هيمن خلف الكواليس بحيث يكون له دور متعلق بمباراة الحدث الرئيس للمهرجان القائم لتحديد مصنف أول على لقب الكون. ثالثا، ضعف أول ساعتين من المهرجان في التشويق والإثارة تحديدا من بعد مباراة الافتتاح. وإلى هنا نصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع. لا تنسوا تعملوا لايك والسبسكرايب والشير، وأيضا لا تنسوا مشاهدة برامجنا على قناتنا باليوتيوب والاستماع لبرامجنا عبر قناتنا بالساوند كلاود والآيتونز، وتشاركونا أراءكم تحت في التعليقات عن أبرز الإيجابيات والسلبيات التي تستحق أن تكون ضمن هذه القائمة. كان معكم وهلان، نلقاكم الأسبوع القادم ودمتم بود.